فيلمنا بيبدأ مع ايلينا اللي بتكون حزينة على موت امها، لكن ابوها بيدعمها وبيعرفها انه بيحبها جدا وبيوعدها انه هيفضل دايما جنبها ومش هيسيبها ابدا، بس بتيجي عربية وتخبط فيهم ويعملوا حادثة. بعدين بنشوف في الاخبار ان في مجرم خطير بيعذب الناس ويقتلهم بطريقة وحشية جدا، وبقى اخطر المجرمين في تاريخ المدينة بسبب جرائمه المتكررة. بس الشرطة وصلت لدليل، وهو ان المجرم بيمشي ورا الضحية لحد بيته، وبعد ما بيخلص تعذيبه للناس بياخد ضحية واحدة من كل مكان جرايمه. بعدين بنشوف إلينا اللي كبرت وقاعدة في اوضتها، وبيرن عليها حبيبها براين وبيعرفها انه مش هيقدر يجيلها النهاردة عشان عنده شغل ومش فاضي، بس بيوعدها انه هيعوضها في يوم تاني، فبتقوله خلصانة مش مشكلة. بعدها بلحظة رنت عليها صاحبتها ميسي وبتطلب منها تيجي معاها يسهروا في حفلة، بس إلينا رفضت وقالت لها ان هي هتنام، فميسي طلبت منها تبص من الشباك، وبتبص إلينا وتلاقي ميسي واخوها جوش تحت بيتها مستنيينها، فإلينا غيرت رأيها ونزلت عشان تسهر معاهم. وإلينا في الحفلة بتلاقي براين بيخونها مع واحدة تانية، فبتديله بالبوكس وتمشي، وفي واحد مقنع بيراقبها. وإلينا دخلت أوضة وفضلت تعيط على خيانة براين ليها، فإلينا بتشوف صندوق قدامها وفي صوت طالع منه، وبتفتح الصندوق وبيخرج منه واحد متغرق دم. في الوقت نفسه السفاح المقنع بيقتل كل اللي في الحفلة عن طريق مكنة بتطلع أسياخ بتخلص على كل اللي في الحفلة وتقتلهم. وإلينا بتخاف من أركين اللي طالع من الصندوق، وبيدخلوا شوية جوه قفص ومن ضمنهم ميسي، وبيقفل عليهم السفاح وينزل سقف القفص الحديد عليهم، وتيجي إلينا بتشوف صاحبتها وهي القفص بينزل عليها يسويها في الارض ويقتلها، وبتلاقي السفاح بيبص لها وبيفتح القفص وجاي وراها فبتهرب منه. وبراين وهو بيهرب بتدوس واحدة على فخ ويطلع سيوف تقتلهم هما الاتنين قدام إلينا، وبتدخل جوه الأوضة اللي كان فيها القفص وبتلاقي أركين فك نفسه، فبيجي السفاح من وراها ويمسكها، فأركين خد جثة ونط من الشباك على العربية، والسفاح المقنع بيهط إلينا في نفس الصندوق اللي كان فيه أركين، وبياخد الصندوق في العربية وبياخدها ويمشي. بعدها أركين بيروح المستشفى والدكاترة بتعالجه، وبعد كده بيفوق وبيلاقي مراته ليزا جنبه، وبيشوف ورد ومعاها رسالة مكتوب فيها إنه يتحسن بسرعة عشان عايز يشوف عيلته، وبيعرف إنها من السفاحة وبيطلب من مراته تمشي تروح لأمها هي وبنته، وتمشي ضروري على بيت امها وما تقولش لحد. بعد كده بيجيله واحد اسمه لتشيلو وبيعرفه انه شغال عند ابو إلينا اللي اتخطفت، وبيوري له صورة إلينا وبيسأله لو شافها في الحفلة، وبيعرف كمان من أركين انها لحد اخر لحظة كانت عايشة قبل ما أركين ينط من الشباك ويهرب من السفاح. بس طالما محدش لقى جثتها يبقى هي لسه عايشة، لان السفاح دايما بيخطف شخص واحد بس بيكون حي، فبيسأله لتشيلو لو يعرف مكانه فين لانه قدر يهرب منه، وبيطمن أركين انه جمع فرقة تاكل الزلط وهيدور على السفاح ويقتله بطريقة بشعة، وبيسأله أركين ايه هي الخطة، وبيطلع لوتشيلو يطمن بيتر ان أركين هيساعدهم يلاقوا إلينا، وبيتر بيأكد عليه انها كل حاجة ليه فما يرجعش من غيرها ولا يحصل لها حاجة. بعدين بتفوق إلينا وهي لسه في الصندوق، وبتشوف من خرم صغير واحد متكتف بجنازير حديد، وبتشوف السفاح جاي بيديله حقنة ويقطع لسانه ويركب قناع على وشه ويدبسه بالدباسة، وإلينا بتكون مرعوبة جدا من اللي بيحصل قدامها. بعدين بنروح لأركين ولتشيلو والفرقة اللي بيجهزوا خطة عشان يرجعوا إلينا، فبيبدأ أركين يشرح لما السفاح خطفه انه كان بيعور ايده في كل اتجاه كان السفاح بيسلكه، وعند كل اشارة مرور هم وقفوا فيها، بس هيبدأ يتحرك من المكان اللي اتخطف منه عشان يعرف يوصلهم لمكان السفاح، وشرط عليهم انه هيوصلهم لحد عنده بس مش هيدخل معاهم جوه، وبيعرف لوتشيلو ان الدخول في بيت السفاح مش سهل ابدا، حتى لو حصل ودخل والسفاح شافه مش هيرحمه ومستحيل يعرف يخرج تاني من بيت السفاح، وبيوافق لوتشيلو على شرطه انه مش هيدخل معاهم. بعدين بيروحوا المكان اللي عبارة عن فندق مهجور، ولوتشيلو طلب من أركين يفتح له الباب، فأركين قال له انه هيفتح له الباب بس هيمشي زي ما اتفقوا. في نفس اللحظة إلينا كانت بتحاول تفتح الصندوق وفعلا قدرت تفتحه وتخرج منه، وبتشوف صندوق تاني في المكان، ولما بتفتحه بتلاقي جثة واحد، وراحت تجرب تفتح الباب بس لقيته مقفول، وفي نفس اللحظة كان السفاح بيفتحه من بره، وإلينا بتستخبى منه وبيلاقيها السفاح طلعت من الصندوق، فبيخرج السفاح عناكب من برطمانات شايلها فيها وطلع العناكب كلها وسابها تنتشر في المكان كله، والعناكب بقت بتمشي على إلينا، بس إلينا فضلت ساكتة ومعملتش صوت وهي خايفة. وفي نفس الوقت أركين فتح باب المدخل وجهاز الإنذار اشتغل، فالسفاح طلع من الأوضة بسرعة عشان يعرف إيه اللي بيحصل بره، وإلينا بتقوم تبعد العناكب اللي كانت ماشية عليها،
واركين بيقول لهم يلا يا حبايبي ربنا يسهل لكم من الافخاخ اللي جوه. ولوتشيلو بيقول له ازاي بس يا نجم، ده انت الوحيد اللي عارف المكان كويس، وانت اللي هتوصلني المكان الينا. واخدوه معاهم بالعافيه، ولوتشيلو بيطلب من لاين يستنى بره ويتابع معاه اللاسلكي. والينا بتلاقي فتحه صغيره في الاوضه فبتفتحه وبتخرج منه، والسفاح بيشوفهم في الكاميرات وهم بيدخلوا المكان. وبتكون الفرقه جوه الفندق وبيدوروا على مكان الينا. في نفس الوقت السفاح بيهجم على لين وطعنه بالسكينه وخلص عليه. ولما نرجع تاني للفرقه في واحد بيهجم على اركين اللي السفاح بيحقنهم ويدبس وشوشهم بقناع، والفرقه بتلحق اركين وبتقتله. واركين بيعرفهم ان السفاح بيحقنهم بماده توقف مخهم وبيستحوذ عليهم ويحولهم لكلاب شرسه وفيه ليه. وفجاه بيهجم عليهم ناس كتير متحوله، والفرقه بتقتل وتخلص على اللي يقرب منهم. وبتخلص الفرقه على عدد كبير من المتحولين، ودخلوا اوضه وقفلوا الباب على نفسهم. وواحد من الفرقه بيكون خايف وعايز يكلم الشرطه بس مش بيلاقي شبكه، ويفهموا لوتشيلو ان المكان مهجور ولازم يخرجوا منه بنفسهم. بعدين بيلاقوا سلم بيطلعوا من عليه، وهم ماشيين في الممر بيلاقوا شاب جاي عليهم ورقبته مجروحه وجسمه بيجيب في دم، وبيكون في قنبله في رقبته، وفجاه دماغه بتنفجر وبتتفرتك. وفي نفس اللحظه بينزل كذا رمح على واحد من الفرقه ثبتته في مكانه. وبنروح لإلينا اللي دخلت اوضه وبتلاقي صندوق وفي بنت جواها وبتطلب المساعده، وإلينا بتفتح الصندوق وتخرجها. وإلينا بتسالها عن اسمها واللي بيكون اسمها ابي، وبتسالها إلينا لو تعرف تخرجهم من الاوضه دي، بس ابي بتكون خايفه تقول لإلينا. فإلينا بتطمنها انهم هيخرجوا مش هيحصل لهم حاجه. وفعلا إلينا وابي بيخرجوا، بس بتكون ابي خايفه جدا وفضلت تزعق وتصرخ انهم يرجعوا للسفاح تاني عشان لو لقاهم هيقتلهم. وفعلا السفاح بيجي على صوتهم، وإلينا جريت هربت منه وهو راح وراها لحد ما وصلت لنهايه الممر واستخبت من السفاح فوق المواسير. وفضل السفاح يدور عليها ومش عارف يلاقيها، بس إلينا بتتحرك وبتعمل صوت والسفاح بياخد باله، فطلع يبص عليها لكن بتكون إلينا هربت من الفتحه. وبنروح لأركين اللي بيهرب من الفرقه وعايز يهرب من المكان، وبيدخل مكان صغير وقفل على نفسه، لكن بيقع على اجزاء بني ادمين كتير اتقتلوا. فاركين بيخاف وطلع تاني يشوف مكان تاني يهرب منه، ودخل اوضه ولقى السفاح محنط ناس كتير جوه صندوق ازاز، وبيشوف بنت متثبته في الجدار بمسامير وبتطلب منه المساعده، بس السفاح المقنع بيجي ودبح البنت وخرج تاني. واركين لقى باب مقفول ففتحه بدبوس وخرج، والفرقه بتيجي من وراه ومسكوه. والسفاح بيصطاد واحد من الفرقه بالخطاف ومسك باص من رجلها وسحبها لمكان تاني، وهجم على لوتشيلو بس بيسيبه السفاح ويمشي. فاركين بيقول له لازم يتعاونوا مع بعض عشان يعرفوا يهربوا من المكان ده بدل ما السفاح يقتلهم واحد ورا التاني. وبيعرفوا لوتشيلو انه مش هيمشي من هنا الا ومعاه إلينا. وبيلاقي حد اتحرك وبتكون ابي، وبتقول لهم ان عارفه مكانها بس طلعوني معاكم. وبيروحوا للمكان اللي كانت فيه إلينا وابي، لكن بيسمعوا صوت حد بيطلب المساعده من مكان تاني، فبيمشي لوتشيلو اتجاه الصوت وبيعرف انها باظ، وبيكون مش عايز يساعدها بس اركين بيطلب منه ينقذها. وبالفعل بيمشي ورا الصوت لحد ما يوصل لجثه لاين، وجنبه سماعه خارج منها الصوت وفي قنبله في جثه لاين، فبيجري لوتشيلو من المكان. واركين وابي بيطلعوا لان القنبله كانت بتنفجر. بعدها ابي بتدلهم على طريق إلينا من جديد. في نفس الوقت إلينا هي كمان ماشيه ورا الصوت وانقذت باز، وبيوصل لوتشيلو لإلينا وباز، وبيوعد إلينا انهم هيطلعوا من المكان بامان. وبيدخلوا اوضه ويلاقوا اتنين واقفين بره قدام الفندق، فبيطلب اركين المسدس من لوتشيلو، واخد المسدس وضرب واحد منهم عشان التاني يبلغ الشرطه. وفعلا الشرطه بتيجي، فاركين بيضرب اخر رصاصه معاهم، والشرطه اتجهت ناحيه الفندق لان الضرب جاي منه. وابي بتقفل عليهم الباب بالقفل وفضلت تصرخ وتنادي للسفاح، وبتضربها باظ وتدوس على فخ وتموت بطريقه بشعه. والسفاح بياخد سلاحه وكلبين وجه هجم عليهم في الاوضه، وفضل يغربلهم بالرصاص لحد ما بيخلص السلاح عليهم. بعدها السفاح اخد إلينا وخرج. فاركين بيقول له لتشيلو يلا بينا نمشي من هنا، بس لوتشيلو بيكون واقع في الفخ ولو اتحرك الفخ هينزل عليه، وبيطلب منهم يمشوا هما ويلاقوا إلينا. وبعدين عناصر الشرطه وصلت وداخله تهجم على الفندق، وبعد كده اركين وباص بيوصلوا لمكان إلينا، وبتكون مربوطه وهم بيفكوها بينزل عليهم قفص حديد. والسفاح جه وحاول اركين يعصبه عشان يفتح القفص، بس السفاح ولع في طرف خيط بيودي البرميل بنزين، وبيكب بنزين في المكان كله عشان يولع فيه ويحرقه. واركين بيكسر الجبس اللي في دراعه وبيخلي إلينا تكسر ايده من تاني، وطلع ايده من فتحة القفص وفتح الباب، وراحوا مكان تاني. والسفاح بيجي من ورا باظ ويقتلها، ونزل ضرب في اركين وإلينا ومحدش قادر عليه، لكن بيجي لوتشيلو وبيكون قدر يفلت من الفخ، وبيهجم على السفاح ويجرحه شوية جروح في جسمه بالسكينة لحد ما السفاح بيتمكن منه وبيفضل يطعنه ويقتله. فبيقوم اركين ويضرب السفاح بالسكينة، والسفاح ضربه بالسكينة في وشه،
بس أركين كمل إصراره ونزل ضرب فيه ورماه المكان اللي فيه بقايا الجثث، ورمى حتة قماش مولعه وحرقه هو وبقية الجثث، وبتكون النار زادت في المكان وفرقة الإنقاذ بتحاول تفتح الباب بالصاروخ، وإلينا وأركين مش عارفين يخرجوا، فبتكسر إلينا كام حوض متحنط فيه جثث وتنزل المية تطفي النار، وفرقة الإنقاذ بتفتح الباب وبتخرج إلينا وأركين، وأبو إلينا بيجي وياخدها بالحضن، فأركين بيبص على الصناديق الجثث اللي خرجتها الشرطة، بس بيلاقي قناع السفاح في صندوقه بيعرف إن السفاح لسه عايش. بعدين أركين بيعرف مكان السفاح الجديد وبيروح له بعد ما عرف عنه كل حاجة، وبيقول له إنه هيعذبه زي ما عمل فيه هو والضحايا اللي قتلهم، بعدين هيقتله وبيرميه جوه الصندوق وبيقفل عليه، وبيخلص فيلمنا لحد هنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.